رجعنا لكم مرة أخرى كالعادة، بنحاول نلقي الضوء من خلال قناة نادي الزمالك وبرنامج زملكاوي على كل الأندية الشعبية، والأندية الشعبية الأكثرية منهم في دوري الدرجة الأولى به. يمكن يعني في برامج كتير بتعمل دوري الدرجة الأولى به، ولكن احنا بنختلف شوية ببعض الفيديوهات المهمة والصور اللي احنا بتكون حصرية عندنا. كمان يمكن الفترة اللي فاتت دي على السوشيال ميديا هتلاقوا الحكام كلهم كانوا بيساندوا كابتن محمود دسوقي. كابتن محمود دسوقي من الحكام المتميزين جدا ومن حكام الفار اللي موجودين دايما في الدوري العام المصري. تعرض للضرب. لقيت كل الحكام بتساند محمود دسوقي وبتطالب باقصى عقوبه للناس اللي ضربته في احدى المباريات. جايبين الفيديو اللي تعرض فيه كابتن محمود دسوقي للضرب حصريا. حاجات كتير قوي هتشوفوها النهارده باذن الله مع اسلام مجاهد، طبعا يعني متخصص في دوري الدرجه الاولى به. ازيك يا اسلام؟ حبيبي يا كابتن خالد، طبعا وببقى سعيد وانا موجود معاك. حبيبي اخبارك ايه؟ عندنا ايه النهارده؟ بص يا كابتن، في البدايه طبعا احنا بنعزي اسره الكره المصريه كلها. طبعا يوم الخميس اللي فات طبعا في الممتاز طبعا كانت في مباراه المجد والزرقاء، راح مننا طبعا راجل من اكتر الناس خلقا في مصر كلها وراجل مدرب كبير جدا الكابتن ادم الحضار. فحاولنا نسلط الضوء النهارده نعمل له كده حاجه بسيطه كده، لان هو الراجل ده فعلا على مسيرته التدريبيه وشغله وادبه واخلاقه وكل الوسط الرياضي كابتن بيشهد للراجل دوت بحسن الخلق والسير. يعني فطبعا عايز اقول لكم يا جماعه، يمكن اسلام بيتكلم دلوقتي بيقول الخميس اللي فات كان عنده ماتش مع الزرقاء، صح؟ بالظبط. زي دلوقتي احنا النهارده الاربع، بكره النهارده الاربع، زي دلوقتي كانوا في معسكر مغلق في احدى الفنادق، وكان بعد ساعات صحاهم يصلوا الفجر. بالظبط، سبحان الله. صلوا الفجر معاه وصلوا العصر، وبعد صلاة العصر ما بين الشوطين يمكن توفاه الله، وهو ما كانش يعاني من أي شيء، هبوط في الدورة الدموية. يعني الكلام ده من زي النهاردة كان عايش ما بيننا وفي المعسكر وبيصلي مع اللعيبة وبيستعد لمباراة الزرقاء. لا، هو وقع يا كابتن في الدقيقة 91 من الشوط الثاني. هو النتيجة 0-0 عادي خالص، المجد ربنا كرمه في الدقيقة 91 بجون في الزرقاء. هو سكتة قلبية منها للمستشفى. وبعد الفيديو انا هستعرض بس حاجه سريعه كده، عشان برضو يعني هو الموضوع مش كابتن ادم بس الحضار خالص، الموضوع ممكن يروح مننا ارواح كتير في الكلام ده. ليه بقى النهارده؟ حضرتك انت بتتكلم النهارده الاسعاف لازم يكون مجهز. النهارده لا في لعيب طلع مع كابتن ادم بس الحضار، ولا في جهاز تنفس صناعي، ولا في اكسجين، ولا في حاجه خالص. حتى الاستنشاء هو اللي عمله له اللاعب قبلة الحياه. دايما اتحاد الكره ملوش علاقه، اللي بيتحمل جلب عربيه اسعاف هو النادي صاحب الملعب. بالظبط، وكان نادي المجد اعتقد نادي الملعب. المجد. بس انا انا بتكلم النهارده دي يا كابتن، دي السيارات اللي بتيجي في الماتشات، بيجيبوا سيارات تكريم دفن موتى وبيكتب عليها اسعاف وبيبقى عليها تابوت وحاجات زي كده. انت عارف يا كابتن تابوت، يعني انت لو فتحت السياره من جوه ما تلاقيش حاجه مجهزه خالص. والسنه اللي فاتت راح في الدرجه الثالثه مدرب من فرسكور، نفس القصه دي بالظبط. في قطاعات الناشئين بيجيبوا عربيات البيجو، عربيات البيجو اللي هي الاجره اللي هي البيجو، يكتبوا عليها كلمه اسعاف قبل الماتش، يكتبوا عليها كلمه اسعاف عشان يثبت حضور. وبعد طب انا ايه المفيد اللي انا النهارده؟ ده حقيقه بيحصل في الدوري المصري وفي قطاعات الناشئين. فانا بطالب طبعا اتحاد الكره، طبعا هو ملوش ذنب في الموضوع، لكن بطالب النهارده في عضو لجنه مسابقات موجود. ايه المشكله اللي انا النهارده اقول له اختصاصاتك قبل الماتش تروح تفتح العربيه دي تشوف فيها جهاز اكسجين ولا اشوف جهاز صدمات قلبيه ولا؟ لان النهارده ممكن يروح مننا لعيبه، ممكن يروح. هو ايه فايده الاسعاف بدل هو موجود اسعاف وما فيش اي تجهيزات خالص. فطبعا انا بعزي اسره الرياضه المصريه. وعايز حاجه سريعه بس كده عن الكابتن ادهم السلحدار، عشان الناس اللي ما تعرفش مين الكابتن ادهم السلحدار. حاجه سريعه، كابتن ادهم السلحدار كان مسك الاتحاد الليبي في سنه 2010 وخد معاه كاس السوبر، خد الدوري الليبي مع 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 مع, مع الاتحاد الليبي 2010 2011، درب نادي الحمام المطروحي سنه 2017 18، مسك القياده الفنيه للنادي الاسماعيلي 2019 2020، توج بالدوري المصري الممتاز 1990 91، خد مع الاسماعيلي الدوري، قاد نادي الشرقيه مع الكابتن طبعا حسن شحاته المعلم طبعا للصعود للدوري الممتاز. كان موسم 2001 تقريبا او 2002 مسك مع الكابتن حسن شحاته، كان مدرب عام وصعد بنادي الشرقيه للدوري الممتاز. فطبعا دي مسيره محترمه. 96 97 كاس مصر مع الاسماعيلي. وعلى فكره بقاله من ساعه ما ترك الاسماعيلي بقاله سنه
ونص قاعد في البيت بالظبط، لا يتقاضى اي اجر الى ان توكو النجاة كان بالنسبه له نادي المجد. نادي المجد كان توكو النجاة بالنسبه له، كان بقى سنه ونص ما سنه ونص ما فيش حاجه. وعلى فكره في 6 ماتشات محقق 11 بونت وعامل نتائج كويسه جدا، خاصه نادي المجد ده طالع من الدرجه الثالثه للدرجه الممتاز به، فمحقق معاهم نتائج رائعه. 3 فوز 2 تعادل و1 بالظبط. في حزن، في حزن جامد جدا. فانت عارف اللي في ماتش بكره المفروض المجد هيلعب بيونيز، الماتش اتاجل نفسيا، اللعيبه مش قادره تتمرن لسه، اول نزوله تمرين ليهم امبارح. اتاجل ماتش بكره بتاع بيونيز، مفيش اللعيبه مش قادره تنزل، ولا في مدرب ولا في اي حاجه خالص يعني. فطبعا انا حابب اشكر طبعا رئيس نادي انبي، طبعا كان الكابتن ادهم مسيح ده نفسه يشوف ابنه في يوم من الايام في قطاع الناشئين في نادي انبي. رئيس نادي انبي مشكورا طبعا، جاب ابن الكابتن ادهم وبقى في قطاع الناشئين. حابب اشكر الوزير اشرف صبحي النهارده بعد الحمله اللي اتعملت عشان يبقى في اجر لاسره الكابتن ادهم مسيح الحضار، النهارده عين مرات الكابتن ادهم مسيح الحضار في احد دور المتخصصه التابعه لوزاره الشباب والرياضه، النهارده رسميا اتعين مرات زوجة الكابتن ادهم مسيح الحضار عشان تكون مصدر رزق. مصدر رزق طبعا، لان هو عندها بنتين وولد وثلاثه في مدارس خاصه بالظبط كده. فطبعا يا ريت يبقى في تعاطف من وسط الرياضي، لان فعلا ادهم مسيح الحضار قدم كتير للكره المصريه وقدم كتير للنادي الاسماعيلي. نروح نشوف التقرير ونرجع تاني. النادي الاسماعيلي كمان هيعمل له معاش. يا ريت يا ريت. سمعت النادي الاسماعيلي هيعمل له معاش كده دائم يعني ان شاء الله باذن الله. نطلع لهذا التقرير عن الراحل كابتن ادهم مسيح الحضار ونرجع لكم تاني. يلا بينا. الفريق كله متأثر بكابتن أدهم جدا، لأنه كان قريب جدا من اللعيبة ومن الجهاز، يعني كان بالنسبة لنا أخ، كان بالنسبة لنا قدوة، كان بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا. يعني تعلمنا منه الصراحة، تعلمنا منه حاجات كتير جدا، تعلمنا منه يعني إن إحنا ما نزعلش حد مننا، تعلمنا منه دروس مستفادة كتيرة جدا في الحياة. يعني كابتن أدهم أنا يعني في موقف حابب إن أنا أحكيه. يعني كان على طول لما نيجي مسافرين رايحين نلعب فريق، كان يقول لي متولي ما مش هنقف غير عشان ننزل نصلي، اول ما الاذان ياذن ننزل نصلي ونكمل اتجاهنا للمباراه، الصلاه بعد كده اي حاجه. كان اخلاق ما شاء الله، يعني سواء في الدين والاخلاق، سواء في الرياضه، الراجل ده مدرب اقسم بالله. يعني انا مش بقول كده كلام يعني مجامله، الراجل ده مدرب جامد جدا جدا جدا. التمرين يعني من اول دقيقه لاخر دقيقه كابتن ادهم في الملعب وسط اللعيبه، وسط اللعيبه بيدرب. تعلمت منه حاجات كتير جدا في الملعب وبره الملعب. الالتزام رقم واحد، الالتزام بيجلب التوفيق. ربنا يرحمه ويسامحه ويجعله من اهل الجنه، كل الناس اللي عشرته تتشكر فيه ان شاء الله كده يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الكابتن ادهم الله يرحمه كان من الشخصيات الجميله، الشخصيات النبيله اللي انت بتتعلم منها بسرعه. يمكن من اول لقاء لينا معاه اتعلمنا منه حاجات كتير، حاجات كتير حلوه. علمنا معنى الالتزام، معنى الحب، ومعنى اتقان العمل. كان راجل بيحب عمله جدا، كان متقن جدا ومخلص جدا لشغله. مفيش اي ظروف تمنعه عنه يكون معانا في الملعب، وإن شاء الله ربنا تغمده بواسع رحمته رب العالمين. ربنا يرحم كابتن أدهم مسيح الحضار. يعني أنا كنت على علاقة طيبة بيه من زمان، ولعبنا ضد بعض كتير قوي، كان لعيب أشول
عثمان وكان لعيب متميز جدا جدا، واللعيبه المخلصين والمحبين جدا للنادي الاسماعيلي الله يرحمه يا رب، ربنا يرحمه ويجعل مساءه الجنه باذن الله ان شاء الله. نروح نروح لشغلنا بقى وشغل الدرجه الثانيه عندنا في مجموعه الصعيد، نلقي النتائج سريعا عشان معانا فيديوهات وصور مميزه النهارده، ف نلقي الضوء على مجموعه الصعيد. الجوله التاسعه انتهت بتعادل طبعا بني سويف مع مركز شباب طميه 0-0. الالومنيوم بيخسر على ملعبه من المنيا 2-1. بترول اسيوط واسوان 0-0. ملاوي وقنا 1-0 الملاوي. الاعلامين بيخسر على ملعبه من المدينه المنوره 3-0. الفيوم والبداري 1-1. كيما اسوان وسوهاج 1-0. ديروت اخر مباراه في المجموعه امام تليفونات بني سويف والتعادل 1-1. بكده يا كابتن اسوان بتصدر المجموعه طبعا برصيد 20 نقطه، كيما اسوان في المركز الثاني طبعا، وانا بالنسبه لي دوت الحصان الاسود في المجموعه 19 نقطه. المنيا بيجي من بعيد ثاني بعد خسارتين ثلاثه 18 نقطه. بترول اسيوط في المركز الرابع 14 نقطه. معانا لقاءات واهداف المجموعه ديت ونرجع ثاني. يلا بينا يلا بينا نروح للاهداف واللقاءات مجموعه الصعيد. طبعا احنا كنا بنلعب على امل ان احنا ناخد الثلاثة بونت ونركب المنيا في الجدول ونستمر برضو، فاحنا مستمرين لغاية هذه اللحظة في المنافسة ان شاء الله. الالومنيوم انت عارف فريق كبير كبير، ممكن يعود في اي لحظة، وعاد كتير من تحت ونافس، لكن عايز اقول ان برضو الفرقة الاولاد يعني معذورين. احنا دخل على الفريق السنة دي 15 لاعب، 15 مركز في الفريق، وال15 لاعب دول من اماكن متفرقه مش من مكان واحد، يعني كل واحد من نادي كل واحد من بلد، عشان يتأقلموا مع بعض بره الملعب وجوه الملعب عايزين فتره كتيره. الحمد لله مش عايز اقول يعني النتيجه مش مرضيه، ولكن انا بحابب اقول ان احنا في الرابع ماتش او خامس ماتش احنا بنتظلم باخطاء وللاسف من حكام كبار، مش عارف انا اعمل ايه، بس احنا طبعا مش هتكلم كتير على التحكيم، ولكن ان شاء الله باذن الله احنا لينا الطرق الثانيه بالطريقه الشرعيه اللي احنا بنقدم التماس عند الكابتن عصام ولجنه الحكام ونشوف ايه اللي بيحصل لنا احنا، يعني ده كتير قوي لما يبقى اربع ماتشات على ارضك بنفس الكلام بحكام كبار جدا جدا جدا. مكن الكابتن محمد كل الاحترام والتقدير، حكم دولي وفوق دماغي وراجل بكن له كل الاحترام والتقدير، ولكن حرام لما انت بتضيع تعب محافظه بحالها وتعب لعيبه. الحمد لله على النتيجه، الحمد لله على الاداء طبعا. احنا جايين هدفنا كان المكسب مش تعادل، عملنا ماتش كويس، كنا ند نازلين بنلعب 4-4-2، عايزين ناخد الثلاث نقط من بني سويف وفي ملعبها. فريق بني سويف فريق كبير ليه تاريخ في الدوري الممتاز به، كل سنه بينافس على الصعود لحد اخر ماتش. الحمد لله على التعادل، كنا طمعانين في الفوز واحنا جايين عشان نفوز، بس يعني ربنا ما أرادش الحمد لله، وكنا قريبين. احنا شفنا الماتش يعني يعتبر سجال، وحس احنا كنا اخطر، وهم بس كانوا اخطر في الضربات الثابته اللي جات لهم. ورجعنا لكم مره اخرى مجموعه الصعيد اللي تصدرها اسوان. حتى اسوان الحالات التحكيميه للكابتن محمد يوسف المدير الفني اللي كان بيتكلم فيها لاسوان موجوده معانا دلوقتي، لكن عايز القي الضوء بس في مجموعه الصعيد قبل ما نروح لمجموعه الكوره. بني سويف الحالات التحكيميه اللي هو كان بيتكلم عليها موجوده معانا دلوقتي بعد ما نخلص تقريرنا. اخطاء كارثيه. كابتن محمد الحنفي، كابتن محمد الحنفي اخطاء كارثيه الحكام الكبار حلقه تتفرج والحكم المشاهد. لكن انا بس هلقي الضوء في بني سويف في مركز شباب طميه، المباراه انتهت 0-0. مركز شباب طميه المدير الفني طب نرجع بس، دي حاله من الحالات، دي حاله من الحالات، دي حاله في نفس المباراه اللي هو بيتكلم فيها، دي حاله لبني سويف الكوره وقفت تحت إيه ما اتحسبتش، ما اتحسبتش حاجه خالص. كابتن محمد حنفي الحكم ما حسبهاش، ما اتحسبتش، وفي حاله مع انه فتح دراعه، وفي حاله تانية كمان حركه اتفرج عليها اللعيب لو ماشي الكوره بعيده على فكره مش قريبه والكوره وقفت كمان، يعني الكوره وقفت. بص الحاله دي نطحه، بص نطحه كارثه. يعني لو عركه مش شباب بالمنظر ده يعني، ومفيش حاجه خالص، ما اتحسبتش حاجه برضه، ما اتحسبتش حاجه خالص. فطبعا الكوره عدت خلاص، مفيش اصلا. هو يعني دي ضربة جزاء ودي ضربة جزاء مليون في المية بالظبط، بقول لك ده بنطحه، يعني هو مش ضربة يا نطحه ابيض.
مين الحكم في الكوره دي؟ كابتن محمد حنفي. هي هو المباراه دي كابتن محمد حنفي دي اللي هي كانت امام مركز شباب طميه، الحاله الثانيه كانت امام كيمو اسوان. الاثنين كابتن محمد حنفي؟ لا كابتن محمد حنفي الحلقه اللي هو اللي نطح فيها ديت اللي هي كانت المباراه السابقه. دي كان حكم تاني؟ لا دي كان حكم تاني اللي هي كانت في امام كيما اسوان. مركز شباب طميه كان بيلعب بني سويف. طبعا احنا عرفنا ان الكابتن نادر السيد طبعا تولى المهمه الفنيه لمركز شباب طميه لكن ما حضرش المباراه ديت. هو بقى المستثمر ساعات كمان. هو المستثمر هو المدير الفني. اعتقد هو استثمر النادي ب 3 مليون جنيه حاجه زي كده واصبح كده. هو المدير الفني. هو المدير الفني بس نظرا لوجوده في الدوحه ماضي عقد مع احد القنوات الفضائيه عشان تحليل كاس العرب فطبعا كان مستاذن وكان مادي العودي قبل ما يمسك مركز شباب واللي قاد المهمه فؤاد سلامه طبعا اللاعب طبعا الام بي ولاعيب مميز. دي ضربه جزاء برضو لم تحتسب. دي ضربه جزاء اتحسبت على بني سويف اللي هو الراجل بيشتكي هي كرة جت في صدره والحكم حسبها ضربه جزاء وهي ما جاتش في ايده فهو الراجل بيشتكي حتى ضربه الجزاء اللي جت في صدر اللاعب اتحسبت عليها ضربه جزاء. يعني دي مش في ايده جت في صدره. جت في صدره واتحسبت على بني سويف. اتحسبت على بني سويف ضربه جزاء. كل ده بسبب عدم وجود الفار. بالظبط كده فهو مفيش فار في الدوري الممتاز. بالظبط انا بقول لك يعني عشان نعرف بس ان الفار عمل حل من الحلول كبير. طبعا وهو اللي صعد هو مصر امام الجزائر يعني لولا الفار في كره عمرو السوليه بالظبط وهو اللي عمل الطرد بتاع اللاعب مهند النشيد. نروح مجموعه القاهره يلا. طبعا الترسانه طبعا بيخسر على ارضه 3-0 بعد نتائج ممتاز طبعا امام القناه 3-0 بالبيس بيخسر على ارضه طبعا وعاملين حاله جماهيريه في البيس بشكل غير طبيعي 3-2 امام وادي دجله. الداخليه بيفوز على بورفؤاد 3-1. النصر وبتروجيت 1-1. الانتاج الحربي وبنها 1-1. بورتو السويس طبعا بيعطل زد 1-1. المصريه للاتصالات منتخب السويس بيفوز على مصريه للاتصالات 1-0. المريخ والسكه الحديد 0-0. بكده ترتيب المجموعه يبقى زد في الصداره برصيد 21 نقطه، الداخليه في المركز الثاني برصيد 19 نقطه، بورتو السويس في المركز الثالث برصيد 15 نقطه. عايز اقول لك ان زد كان متقدم في اول دقيقتين. كان متقدم 1-0 وبعد كده الفرق محمد شاهين احرز لبورتو السويس بالظبط في الشوط الثاني. المجموعه دي يا كابتن لسه فيها كتير. انا شايف المنافسه زي ما قلت لك قبل كده هتبقى من وجهه نظري زد وجاي من بعيد الداخليه وممكن فرقه ثانيه تكمل لكن انا شايف المنافسه هتبقى بين زد والداخليه في المجموعه بتاعه القاهره. نروح نشوف لقاءات واهداف مجموعه القاهره ونرجع تاني. يلا يا جماعه مع بعض كده نروح اهداف مجموعه القاهره اقوى مجموعه في الدوري الدرجه الاولى ب واقوى منافسه ونشوف الاهداف واللقاءات ونرجع لكم تاني يلا بينا. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. ورجعنا لكم مره اخرى. اعتقد محمد شاهين كان بيلعب في الزد السنه اللي فاتت. كان بيلعب في الزد السنه اللي فاتت صح؟ من المنصوره اصلا. محمد شاهين كان هداف من المنصوره. انا قصدي هو مشوه السنه اللي فاتت بالظبط من زد. من زد هو اللي جابه الصعيدي تقريبا. الصعيدي لعيب كويس جدا. احمد الصعيدي فريق كان بيلعب في الاسماعيلي وبتاع طبعا فريق كويس جدا. فهو جاب الجون في فرقته القديمه بالظبط كده في زد. جون التعادل كان فرحان قوي. هو كمان معانا ليه صوره كده طريفه في نهايه الحلقه هنعرضها. نروح للمجموعه الثالثه. بص يا كابتن المجموعه مجموعه القاهره كانت في السنين اللي فاتت ما هياش الاقوى. لكن السنه طبعا مجموعه القاهره طبعا بالفرق اللي نزلت من الدوري الممتاز الانتاج والدجله طبعا وبحجم المديرين الفنيين اللي موجودين فمديها للحجم بالظبط يعني مديها قوه للمجموعه. المجموعه الثالثه مجموعه بحري طبعا المنصوره بيرجع من بعيد بيفوز على الحمام بقياده ياسر الكناني 1-0. حرس الحدود بيتعادل مع العبد
عبد المنهور 0-0، كفر الشيخ مع ابو قيل الاسمده 1-1، الصيد بالمحله بيخسر على ارضه من الاولمبي اللي ماشي بخطه ثابته طبعا بقياده احمد ساري بيخسر على ارضه 4-2، سبورتنج بيحقق المفاجاه الكبيره بالفوز طبعا على بدايه المحله طبعا بعد تولي الكابتن محمد صح الاداره الفنيه 2-1، المصري السلوم بيخسر على ارضه من ديكنس 2-1، المجد السكندري بيفوز طبعا بقياده طبعا الله يرحمه طبعا الكابتن ادهم السكندري 1-0، اخيرا كده الرجاء بيخسر على ملعبه امام بايونير 2-0. ترتيب المجموعه طبعا يا كابتن، الاولمبي في الصداره برصيد 21 نقطه، حرس الحدود في المركز الثاني برصيد 18 نقطه، ديكيرنس تحيه طبعا جاي من بعيد طبعا وفرقه ملهاش باع طبعا في المركز الثالث برصيد 16 نقطه، كفر الشيخ في المركز الرابع بقياده مصطفى عبده 16 نقطه، في المركز الخامس سبورتنج برصيد 14 نقطه. طبعا المجموعه كابتن مشتعله طبعا ولسه برده في كتير في المجموعه ديت، لكن انا شايف من وجهه نظري برده انت بتتكلم الاولمبي بقى عنده ثبات بعد مجلس اداره منتخب جديد موفر له جميع الامكانيات، حرس الحدود فيه تذبذب طبعا بعد رحيل محمد حليم وتولي الاداره الفنيه للقناه، تولى الاداره الفنيه مؤقتا دلوقتي محمد مكي طبعا لو انت عارفه طبعا نجم حرس الحدود متولي الاداره الفنيه، ففي تذبذب في الاداره الفنيه لحرس الحدود عشان كده عاملين تعادلوا بالظبط. فانا شايف الاولمبي ماشي بخطه ثابته وعنده استقرار فني ومعاه مدير فني محترم طبعا الكابتن احمد ساري. تمام، نشوف لقاءات المجموعه ديت واهدافها ونرجع تاني. يلا بينا نروح نشوف اهداف لقاءات مجموعه بحري ونستمتع بالاهداف واللقاءات ونرجع لكم تاني. يلا بينا. باللاعب النادي السيد باللاعب الحرس كلهم واحد 3 بونت مركزين كويس قوي من اول الموسم. تقول ايه تقول ايه؟ الحمد لله انت جاي على الوضع ده. انا جاي وفي 6 لعيبه كول اساسيين بره اصلا، يعني الدسوقي مازق في السمانه، محمد عادل مازق في السمانه، حسن ربيع مازق في الخلفيه، حسين حلمي طرد ماتش البلديه، ابو الريش طرد الماتش اللي قبله. انت الوضع صعب، يعني انت جاي على الوضع صعب. اشتغلنا مع الفرقه بقالنا اسبوع وقفناهم على رجليهم الى حد ما، لكن انت شايف الاجوان كلها اخطاء كارثيه يعني بصراحه. شفتش اجوان بتيجي كده، انا اشوفها في المربع 4 بس. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وشكرا على المكسب وعلى الثلاث اجوان، والحمد لله يعني ان احنا قدرنا نجيب 3 بونت غاليين كده من بره علشان يعززوا موقفنا في الجدول يعني، والحمد لله بنحافظ على الصداره من ماتش لماتش ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الاول هارد لك نادي السيد لان النادي ده عزيز عليا، ليه خير عليا طبعا، انا ما اتمناش ان هو يبقى كده، بس الحمد لله على المكسب النهارده لان دي كوره. ما كنتش اتمنى ان نادي السيد يبقى في المكانه ديت، وان شاء الله باذن الله السنه دي هتبقى سنه خير على الاولمبي ان شاء الله، ويبقى سنه صعود لان بصراحه النادي السنه دي غير اي سنه. الحمد لله طبعا دي فتره وبتمر على كل لعيب، طبعا بيبقى التوفيق معاك في انك تلعب دوري ممتاز، وبعد كده الدنيا طبعا بتقل وتنزل تاني ممتاز به، طبعا ممتاز به اصعب من الدوري الممتاز بكتير، سوق بقى ملاعب كل حاجه يعني، بتقابلك ظروف صعبه جدا، بس الحمد لله يعني انا خطوه ونازل ان انا اطلع تاني فوق الدوري الممتاز، مش نازل ان انا خلاص ببطل، لا انا مش هبطل، اكيد ان انا عندي طموح ان انا اصعد بالفرقه ديت الدوري الممتاز.
طبعا نشوف في ملاعبنا المصريه طبعا مباراه الواسطه ولافينا طبعا في الدرجه الثالثه. الدرجه الثالثه طبعا يعني حكامنا او حكم يعتبر حكم دوري ممتاز بالظبط كده يعني حكم درجه ثالثه طبعا ومباراه كانت لاخر دقيقه كانت النتيجه 4-3 للواسطه يعني والمباراه كانت بتقام في لافينا فالحكم محمود دسوقي حسب زي ما انت شايف كده ضربه جزاء وانا من وجهه نظري شايفها صحيحه جدا يعني هو قدام الكوره حتى ضربه جزاء عايز حضرتك تشوف المنظر المأساوي بقى مدرب حراس المرمى طبعا نزل الكابتن محمود السوي زي ما حضرتك هتشوف كده يعني منظر اهو بص يا كابتن يا نهار ابيض بص ده منظر ما نحبش نشوفه في ملاعبنا المصريه خلي الكابتن محمود السوي اخطا يعني ده لا يجوز واحنا ما نرضاش بيه كمان يا كابتن يعني ده حكم ده بتاع نادي ايه الواسطه نادي الواسطه في المنيا في الصعيد ده المدرب حراس المرمى والنهارده هقول لك القرارات بتاعت لجنه المسابقات طبعا قرارات محترمه وقرارات رائعه وهو على فكره الراجل دوت بالليل قدم له اعتذار وقال انا بطل خلاص التدريب وهعتزل التدريب وحاول يتاسف للكابتن محمود دسوقي لكن طبعا المنظر اعصابه باظه الكابتن ما ينفعش الراجل ده عنده زوجه وعنده اولاد ما يشوفوا والدهم كده في منظر مأساوي زي دوت ده لا يجوز بس هي الكره ضربه جزاء على فكره ضربه جزاء كابتن الشكل العام بتاعها بالظبط يعني. ضربه جزاء هو هم بيعترضوا بيقول لك تاني عيدوا الفيديو بيقول لك الجون الاولاني اوفسايد والجون التاني مثلا ضربه جزاء بس هي مش ضرب يعني هي هو زقه وبعد كده نزل له يا كابتن بس يعني والزقه حتى ما ينفعش نحط ايدي على حكم يعني يا كابتن لا انا افتكرت ضرب يعني واحد بيجري وبتاع يعني هي خلاص ضربه جزاء يعني تمام والراجل حسب ضربه جزاء سليمه بس هم طبعا كان في الثواني الاخيره هم كسبانين صح في الدقيقه 91 ولا 92 في 4-3 للواسطه بص يا كابتن ايوه زقه وبعد كده بص نزل له يا كابتن بص ده ما ينفعش ده منظر ما ينفعش نشوف ملاعبنا خالص يعني طبعا اتصدم على فكره بالظبط يعني هو الراجل اسمه محمود الشبي بيبص له بيقول له في ايه يعني عايز يقول له في ايه اللي بيحصل ده يعني المنظر مش طبيعي يعني طبعا لجنه المسابقات النهارده طلعت قرارات مباراه الواسطه ولافينا احتساب النتيجه لصالح لافينا بهدفين مقابل لا شيء وذلك طبعا الحكم كان لغى المباراه طبعا بعد الاحداث اللي شفناها ايقاف يعني ضربه جزاء ما اتلعبتش لا خلاص بقى ايقاف مدرب حراس الواسطه 8 اشهر وغرامه ماليه 10,000 جنيه طبعا حولوا وصلوا الاتحاد المصري بشطب المدرب حراس المرمى ايقاف المدير الفني والمدرب العام والمدرب المساعد للواسطه 8 مباريات وغرامه 5,000 جنيه غرامه ماليه على الواسطه 5,000 جنيه بس انا برضو الحق يقال يعني اما الراجل المدرب حراس المرمى طبعا بالليل طلع اتاسف للراجل واللي ما بقدر منه واعلن على صفحته الشخصيه اللي هو اعتزل تدريب حراس المرمى للابد ما عادش هيشتغل في المهنه دي تاني لان هو حس بالغلط اللي هو عامله قدام الناس كلها يعني ودي طبعا حاجه كويسه برده تحسب له يعني الثبات الانفعالي بيروح منه فبيعمل خطا كارثي بيندم عليه بعد كده بالظبط كده ودي لقطه انا من وجهه نظري اعترافه بالخطا ده شيء ايجابي ليه وطبعا انا بشكره عليه يعني تمام عندنا الفيديو اللي بعد كده طبعا عندنا مدرب كابتن محمد حسنين اينو ماسك مركز شباب قطور السنه اللي فاتت كان في مباراه مركز شباب ايه؟ قطور في الغربيه الدرجه ايه؟ درجه رابعه كان السنه اللي فاتت الراجل ده كان ماسك مركز شباب قحافه كان بيلعب سمنود كان المنافسه بينهم وبين بعض صعبه فطبعا في الاخر ماتشين او اخر 3 ماتشات اتعمل عليها عقوبه حوالي 10 شهور طبعا كان عمل شكوى واتعمل فيه مذكره قال لك اللي هو طلع خبط في لجنه المسابقات في الغربيه وقفه 10 شهور فالراجل ماسك مركز شباب قطور اول مباراه كسبها ثاني مباراه كسبها ثالث مباراه بيلعب النجم المنافس على الصعود في الدرجه الرابعه معاه فطبعا الراجل عملوا له في قطور طبعا عشان هو مدير فني طبعا هم بالنسبه لهم شايفينه كبير عملوا له مكان يقف فيه عشان هو موقوف طبعا 10 شهور ففي مباراه قطور وفي النجم والنجم ديت رايحين يلعبوا في ملعب مينية سمنود فطبعا ده مش ملعبهم فالراجل حب يشوف قبلها بيومين خلاص ايه المكان اللي هيقف فيه فطلع شويه قال لك انا هطلع اتفرج من شقه مش هينفع هجيب سلم كبير مش هينفع فراح جاب لودر نفس اللودر اللي شفناه السنه اللي فاتت بتاع اجر لودر يعني اجر لودر زي كابتن مصطفى احنا ممكن نسمع التقرير برده يا كابتن يلا نسمع التقرير يا جماعه ده مدرب موقوف لا مش ما فيش صوت طيب هو كابتن محمد حسنين اينو دوت ده اللي هو الراجل يعني واحد لابس ايه ابو كحل اللي بيشاور دوت طبعا هو الراجل بيحكي بسريع ان اللي هو راح قبل المباراه بيومين خلاص يعين الملعب فلف الملعب شاف اركان الملعب كلها لا ما فيش مكان يقعد فيه بص هو بيدير المباراه هو ممنوع يخش الملعب والمشكله في الملعب اللي هو سور يعني مش سور حديد سور مش ينفع يقف تحته ويبص فطبعا حاول يجيب سلم قال لك السلم هيبقى طويل مش هينفع ادير المباراه فراجل قام رايح جايب لودر
وبقت حاجه منتشره جدا. اللودر وطلع يدير المباراه وفرقته فازت 4-3 في المباراه ديت بسبب طبعا الاداره الفنيه للكابتن اينو. دول المساعدين بتوعه؟ دولات المساعدين بقى معاه بقى. لا انت الميزه يا كابتن هو طالع يقول لك خباك بقى سلوك الكهرباء، لا تعالى يمين لا تعالى شمال، وخباك بالصوت كمان وهو واقف بقى على السور كمان، هو بيدير المباراه فعلا يعني، هو مش مركز في حاجه غير اداره المباراه يعني. ايه هو فين وهنا اهو؟ ما هو من الصوره اهوت بقى، هو واقف بيدير اهوت اللودر اهوت اللودر اهوت مع اللي هناك ده. اه هو شوف لابس بورتاني ده يا كابتن عصور. اه هو ده السلك دوت في اخره كده، لو الكادر فتح شويه هتلاقي لودر. اه اللودر هو طالع لا في نص الملعب بالظبط، في نص الملعب بالظبط، في نص الملعب بالظبط، واقف في نص الملعب واللودر من بره سور الملعب. انا مش خد بالي. طب راجع دالي. اه دي حاجات جديده بتحصل في بالظبط يعني في كل... بس دوري الدرجه الرابعه يعني ده بالظبط كده. خباك الناس دي برضو يا كابتن مظلومه في كل حاجه، في ملاعب و وما فيش اوض لبس وما فيش ساعات بقى اللي احنا بنتكلم فيه، ولا صحيح. ولا في اي حاجه خاص، ولا في مصاريف. اه هو لابس برتقالي ده، هو اللي واقف على اللودر ده. اللودر ده ده اللودر. اه يا نهار ابيض. طيب ماشي تمام. عندنا ايه تاني؟ عندنا لقطه برضو يا كابتن، لقطه تحكيميه في مركز شباب الحمام ده درجه رابعه خلاص معانا بالصوت. غير النادي الحمام؟ لا ده فرقه درجه ثالثه. مركز شباب الحمام غير نادي الحمام. تمام. مركز شباب الحمام كان بيلعب الظهور في الدرجه الثالثه وكان في مشكله تحكيميه إيه في الملعب. دي الصوت بس لو هي موجوده معانا، هو من غير صوت برضه. طيب دي اللقطه التحكيميه ديت، الحكم راح لواحد من الجمهور، طبعا هو حس اللي هو ضربه الجزاء خطا اللي هو احتسبها، فطبعا واحد بيصور بكاميرا الموبايل. فراح عايز ياخد منه الموبايل وكاميرا الموبايل ويكسره عشان طبعا اللقطه ايه ما تتعرضش يعني. فطبعا يعني راح هو حس انه خد قرار ضربه جزاء غلط بالظبط كده. الحكم اسمه اسلام ابو شنب، في ماتش مركز شباب الحمام والظهور حس اللي هو خد. يمكن يكون اللي مش المقصود كده يعني، انت عرفت ازاي يعني؟ ايه في يمكن اللي بيصوروا عمل حاجه إيه؟ ده مراسل ده مراسل. انا اسف، كل ملاعب العالم الناس بتصور موبايلها. ليه ايه في يا بابا الموبايل يعني بالظبط الصوت كده طالع. وخد منه كمان كان بيكسره، والامن تدخل في الموضوع يعني، الامن تدخل في الموضوع وحاول يفض الاشتباك بين الحكم. والحاله التحكيميه ما جاتش؟ لا ما جاتش خالص بقى الحاله التحكيميه. ايا كان هي صح غلط، هو انا بقى اعتراضي بس ما ينفعش حكم يفتح ودنه او يبص لواحد من الجماهير او يخش في جدال بالظبط، او يخش في جدال مع جمهور خالص. انت اللي ليك تطلعه بره الملعب او تقول ممنوع دخول جمهور، او لو حضرتك سمحت بجمهور يبقى تسيب الناس تصور وتكمل شغلها عادي. تمام. نروح بقى للصور اللي موجوده معانا النهارده. يلا بينا، يلا للصور معانا. اول صوره معانا. صور جايب لنا صور ايه النهارده؟ ما عندنا إيه بقى دي طبعا لقطه الرايه طبعا ديت مباراه نادي السلام ومركز شباب بويسنا في ملعب السلام. دي منطقه المنوفيه طبعا، الرايه شايفها بشوال بصل. ده درجه ايه دي؟ دي درجه رابعه. تمام. في ويسنا طبعا، فطبعا انت عارف مفيش ملاعب عندنا ولا في حاجه، فطبعا الناس فكرت في الموضوع ازاي يعالجوا الرايه ولا القماشه، جابوا شوال بصل وحطوه على الرايه يعني. يلا نروح على الصوره اللي بعديها. ده ايه ده بقى؟ ده لاعب كابتن شايفه على الصوره اهوت، ده في لاعب نادي اتحاد بركه السبع. طبعا انت عارف الدرجه دي ناس غلابه، بيلعب بيشوط الكوره الجزمه طالت منه طلعت على السطح، فالحكم وقف الماتش لحد ما اللاعب يطلع يجيبه الجزمه بتاعته من على سطح المبنى. ده حصل والله يعني، ما أيوة احنا عندنا لقطات بالظبط الكوتش طار يعني. فطبعا انا بس انا بجيب الصور دي يا كابتن مش للضحك، لكن انا بجيبها بحسس الناس بمعاناه الدرجه الرابعه والدرجه الثالثه في كل حاجه، من رايه المصاريف لحتى للملابس للكوتشيات لحتى الاماكن اللي بيقعدوا عليها يعني. على فكره في لعيبه بتلعب في الدوري الممتاز كانت درجه رابعه بالظبط، وفي لعيبه يعني كانت بتاخد 500 جنيه وبتاع. ربنا اللي بيعمل، ربنا كرمه. مروان اللي هو لاعب انبي السنه اللي فاتت كان بيلعب في الشمس درجه ثالثه بالظبط، درجه ثالثه وراح انبي وسايف منتخب مصر يعني. فده احنا لما بنبرز الكلام ده بندي عزيمه اصول للعيبه عشان توصل لامنياتها تحققها يعني. ان شاء الله. اللقطه اللي بعد كده عندنا بقى محمد مجدي، طبعا دوت يا كابتن الدكتور محمد مجدي ده لاعب ديفندر سبورتنج ممتاز به، ده برضو يعني بنسلط الضوء اللي الكوره ممكن تمارس حياتك العمليه خالص، ممكن تبقى دكتور ممكن تبقى يعني. هو نفسه بيلعب في نادي سبورتنج في اسكندريه وفي نفس الوقت هو دكتور طبيب دكتور جراح كمان يعني، دكتور من الناس الشاطره جدا اللي الناس بتترمله ليبقى دكتور كبير يعني. ورغم ذلك الراجل بيواظب على تمرينه، بيحضر ماتشاته، بيروح معسكراته، ومحقق امنيته من حيث الكوره، ومحقق امنيته من حيث اللي هو يبقى دكتور شاطر. تمام، حاجه كويسه جدا. اللقطه اللي بعد كده
ده محمد صالح مساك نادي القناة بيلعب في منتخب فلسطين. شفته في كاس العرب طبعا، لعب امبارح الماتش الثالث ليه على التوالي، لعب الثلاث ماتشات، من المساكين الجيدين جدا في المنتخب. هو كان بيلعب في المصري الاول بالظبط، وتم اعارته تقريبا، اعارته للقناة ولعب منتخب فلسطين دي الثلاث ماتشات اساسي، لعب الثلاث ماتشات اساسي مع منتخب فلسطين بالظبط، بيلعب في القناة ده والدرجة الاولى بيه بالظبط. ده محمد شاهين بقى اللي حضرتك لسه بتتكلم عليه دلوقتي، طبعا بيحتفل بمولوده الجديد طبعا زي ما حضرتك شايف كده، خلف وحط الكوره بعد ما احرزوا هدف في المباراه السابقه، مش مباراه زد، المباراه اللي قبل كده، حط الكوره احتفالا بمولوده الجديد، بهنيه من طبعا من خلال برنامج وجاب جون بعديها كمان، وجاب جون في زد، يعني هي وشه حلو عليه المولود الجديد بالظبط. كان لعيب كويس جدا، لعيب كويس هداف. بص يا كابتن، دي متعه كره القدم بقى، يعني دي مباراه مركز شباب ابيس ولامبارز في القسم الرابع طبعا، الجمهور بيتفرج طبعا هطول الامكار طبعا، اللي حضرتك شايف في اسكندريه الفتره اللي فاتت السيول، اللي رغم ذلك الناس استخدمت الكراسي كانها شماسي، وما رضوش يسيبوا الماتش ويتفرجوا، ودي متعه كره القدم يعني. يعني الناس اللي عايز يتفرج على الكوره وحابب يعني الكوره على الماتش والمطر عمال شادد فرحات الكراسي على بالظبط، وزي حضرتك الصف كده، الكوره ممتعه كابتن تحت اي وضع يعني بالزبط. بص يعني رغم المعاناه ما روحوش، لا فضلوا واقفين واتفرجوا على الماتش وكملوا الماتش زي ما حضرتك شايف كده. تمام. طبعا ده جمهوره طبعا مني السمنود، طبعا الملعب اللي كان فيه اينو اللي احنا كنا بنتكلم فيها كابتن، الملعب اصلا اللي يعتبر الـ 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 الشبابيك او البلكونات جوه الملعب، فطبعا الجمهور طبعا ما فيش طبعا جمهور موجود في الملعب، فطبعا كله زي ما حضرتك شايف كده بيقعد على السوار وقاعد على الحيطان وبيعرض نفسه للخطر عشان متعه كره القدم زي ما احنا بنتكلم كده. ده كابتن بقى لسه بنتكلم على الحكام، ده حكم زي ما بنتكلم الحاجة السيئة، الحاجة الكويسة ده حكم اهوت واقف في عز المطرة، واقف مستحمل عناء المطر وكده، فطبعا انا حابب اشكر كل حكام مصر، احنا ما بنبرز حاجة خطأ بنقول خطأ عشان للأحسن، لكن هو حكام تانية حكام واقف في المطرة ورغم طول المطر واقف مستحمل اهوت وفي معاناة المطر عشان يكمل الرسالة اللي هو بيقضيها كحكم او ينجح او يوصل لكل نشكر بقى حكام من النهاردة برشلونه بايرن ميونخ النهارده برشلونه بايرن ميونخ الدنيا مطر غير طبيعيه في الماتش في بافاريا بالظبط كده، بافاريا يعني كم 3-0 خلص 3-0 برشلونه خرج خلاص. تمام. يلا عندنا ايه تاني؟ عندنا صوره، بص يا كابتن، دولت كانوا اصدقاء الامس خلاص متنافسين اليوم، كان ديت مباراه كان كابتن مجدي طلبه وحسام عبعال كانوا ماسكين دي كنس الاداره الفنيه السنه اللي فاتت مع بعض، كان مدير كابتن فني مجدي طلبه وحسام عبعال نجم النادي حسام عبعال حسام عبعال نجم الزمالك والزمالك كان المدرب العام حسام السنه دي المباراه السابقه مجدي كابتن مجدي طلبه ماسك المصري السلوم بيلعب حسام عبعال المدير الفني اللي ماسك نادي الكنس، حسام عبعال بيفوز على التلميذ بيفوز على الاستاذ، حسام عبعال ماسك ديكرنس ماسك مدير فني نادي الكنس من اول السنه، عامل طفره كويسه جدا، هو الراجل بصراحه المهندس خضر ابراهيم عامل طفره كويسه في كل حاجه يعني، هو على فكره اللي منجح المنظومه حتى ديكرنس. اخيرا اصلا كمان بيذيعوا مبارياتهم كلها على الهواء مباشره، تعاقدوا مع احد القنوات الفضائيه عشان يذيعوا مبارياتهم عشان يسوق لعيبته كمان. واخر موضوع التسويق ده حضرتك فاكر انت اللعيب اللي راح انتقل للنادي الاهلي مواليد 2001 عامل طفره كويسه، حسام عبعال كمان مدرب كوره كويس جدا لان هو كان لعيب كوره بيحب الكوره كان لعيب كوير فطبعا عامل طفره كويسه جدا مع نادي الكنس، واخيرا كده وصل للمركز الثالث وسط عمالقه في مجموعه بحري كمان يعني صحيح. دي الصور اللي معانا، ثلاثه مدربين فنيين بقى، افضل ثلاثه مدربين فنيين طبعا الكابتن شديق ناوي طبعا بعد عودته طبعا والفوز على الالمونيوم في الالمونيوم، ده افضل مدير فني طبعا في مجموعه الصعيد، ده لو ما كانش كسب كان هيمشي، كان مشي اصلا خلاص صح؟ يعني حتى كان معانا بكاء بعد الماتش، بكاء فظيع، قعد يعيط كتير علشان ضغوط عصبيه بالظبط يعني بيعيط بالظبط بعد الفوز على الالمونيوم بيعيط عياط هيستيري يعني، وده الضغط اللي الكابتن ادم صلاح الدار وقع منه بالزبط. عشان الناس فاهمه معاناه الكوره او التدريب او لعيب الكوره اللي هم قاعدين ياخدوا فلوس بس، لكن في ناس ثانيه صحيح اعتقد يعني معاناه في كل حاجه يعني مهنه الكوره. افضل مدير فني في مجموعه القاهره انا شايفه كابتن محمد حليم طبعا مدير فني للقناه بعد الفوز على الترسانه في الترسانه 3-0 محقق طفره كويسه مع القناه، بيجي بالقناه من بعيد، فطبعا بنديله افضل مدير فني طبعا في مجموعه القناه كابتن محمد حليم. افضل مدير فني في مجموعه بحري
طبعا الكابتن احمد فاروق طبعا المدير الفني لسبورتنج بعد الفوز على محمد كابتن محمد صلاح المدير الفني للبلديه، خاصه البلديه جاي من بعيد برده بينافس على الصعود، فاز على البلديه 2-1 فبنديله افضل مدير فني في مجموعه بحري. اخيرا كده يا كابتن خالد، طبعا حابب اشكر طبعا فريق العمل المحترم اللي جاب لنا المباريات دي كلها، طبعا بشكر اخويا الكبير اللي تعب معايا في اعداد الحلقه دي طارق شاكر، احمد تيتو من الحمام، مصطفى هلش المجد، مختار ابراهيم بيونير، عبد النبي النادي سيد المحله، محمود مختار مصور، ساره سالم مصوره، خالد حسام مصور، احمد القاضي الالومنيوم، احمد كمون النصر، محمد سعد بورفؤاد، واخيرا احمد عبد محسن الصعيد. طيب اخيرا بقى عايز اسالك سؤال، احمد كلام اتنشر على ان احمد ابراهيم مجاهد ابن عمك هيترشح لاتحاد الكوره، عندك معلومه ولا؟ هو طبعا احمد بقاله سنه، طبعا احمد على فكره اللي ما يعرفش احمد مجاهد هو كان رئيس نادي ميجا سبورت طبعا، وعمل طفره كبيره في نادي ميجا سبورت بقاله 3 سنين، كان انشا نادي خاص اسمه ميجا سبورت، صعد بين الدرجه الرابعه للدرجه الثالثه، وكان سنتين كان ممكن يلعب دوري ممتاز، بتفرق الموضوع في بونت في نقطه ابن اللي هو ابراهيم مجاهد، ابن اللي هو ابراهيم مجاهد رئيس نادي المنصوره بالظبط كده. واحمد كمان بقى من الناس الشاطره جدا في اللوائح والقوانين. احمد بقاله سنه بيجري في انتخابات اتحاد الكوره، واعتقد عمل علاقات طيبه جدا من خلال طبعا اللي هو ابراهيم مجاهد، طبعا اسمه وتاريخ اللي هو ابراهيم مجاهد، عمل علاقات كويسه جدا في كل انديه مصر، بيجتهد في الموضوع، احمد شاطر، شخصيه محترمه قياديه، هو باذن الله نزل الانتخابات اتحاد الكره، بنتمنى له التوفيق باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك يا اسلام، وشكرا على تعبك وتعب كل الناس اللي قلت اساميهم. شكرا يا كابتن خالد، انا بشكرك وسعيد وانا موجود معاك. شكرا جزيلا، وشكرا لكل مشاهدينا، نطلع نهدي الاجواء كده باغنيه جميله، وزي ما قلت تحيا جمهوريه مصر العربيه، وفيفا 1 2 3 فيفا لارجيري، يعني تعيش الجزائر، دايما علاقاتنا حلوه، دايما خلافاتنا كده والنديه اللي ما بيننا بتكون في الكوره فقط، لكن الشعب الجزائري على راسنا من فوق، وكل الشعوب العربيه على راسنا من فوق. اعتقد بطوله عربيه اكثر من ممتعه وليها فوائد كتيره جدا جدا غير كره قدم فقط يعني. شكرا جزيلا لكل مشاهدينا المحترمين، وشكرا جزيلا لكل الزملكاويه. بكره حلقه جديده من برنامج زملكاوي، تصبحوا على 1000 مليون خير.